الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخيل صدق الله العظيم. الكوبايه كلها رمل ازاي؟ اجرف. مولانا ازيك يا فندم؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. فناداها من تحتها تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أناديها من تحتك ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
صدق الله العظيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Yeah.
صدق الله العظيم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما صدق الله العظيم.
الملوك بغيا فأشار إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق الله العظيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والسلام
سحيا صدق الله العظيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله سبحانه
ما كان لله أن يتخذ من ولد فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي
وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى السماء وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مسنا بالعوم. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح وأدبار السجود. ومن الليل فسبح ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرايات نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما
بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ صلى الله عليه وسلم ولأمواتنا وأموات المسلمين ولكل من كان بسببه هذه التلاوة القرآنية المباركة.
ايات الليل بينزل علينا وعليكم زاركم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور حامد سفور القطعاني موجه الفرات وعلوم الفرات بالازهر الشريف مقيم المعروف بحي كيل البتراء بمحافظة الاسكندرية ستنتظم لي صراطك المفاض وكبرى مخازن الفراشة الحديثة والمعرض الفردي ركبة وميزة محلاتكم الكبرى الحاج عبد المنعم ترغاب المقيم المعروف بأبو سعيد العابرة حضرة السادة المعازين الكرام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.